السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متن الخبر حيث قراءة في أبرز مقالات الصحف الفلسطينية العربية وأيضا الصحف الدولية ونبدأها كما في العهد مع الصحف الفلسطينية وفي البداية نقرأ صحيفة الحياة الجديدة التي حملت مقالة بعنوان فاضل الكيل وهي بقلم رئيس التحرير يقول الكاتب لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم وسنضطر لاتخاذ خطوات مصيريه بهذه الكلمات الواضحه أه 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 والحاسمه لم يكن الرئيس ابو مازل في كلمته امام القمه العربيه في تونس يشكو لاحد في هذه القمه صعوبه الوضع القائم الذي تعيشه في فلسطين وشعبها وقضيتها بقدر ما كان ينبه وبمعنى العباره ومرارتها قادة العرب وزعمائهم الى حقيقه المخاطر التي تتربص بدول الامه العربيه وشعوبها، المخاطر التي تهدد بمستقبل الضياع والعدميه، سيظل من الخطأ يقول الكاتب الخطأ القاتل الا يرى البعض من العرب ان العرب دولا وشعوبا ومنذ وعد بلفور بحسابات هذا الوعد المشؤوم باتوا جميعا على متن سفينة فلسطين بقضيتها التي لا سبيل لتجاوزها وما زالوا كذلك فإن غرقت هذه السفينة غرقوا ولا ينبغي لأحد في هذه الأمة أن يظن أن قوارب السلامة الشخصية ممكنة حيث لا شواطئ امن ولا امان لهذه القوارب فمخططات اليمين العنصري الامريكي الاسرائيلي لا تريد سوى التهام الامه العربيه بماضيها وحاضرها وايضا بمستقبلها وهي لا ترى في هذه الامه بشرا يستحقون الحياه الامنه الكريمه بل قطعانا لا بد من ذبحها بعد نهب كل ثرواتها يتابع الكاتب لقد فاض الكيل حقا والخطوات المصيرية وبرغم أنها ستكون خطوات فلسطينية أولا لكن لا ينبغي أن تظل كذلك هذه هي رسالة فلسطين لإشقائها العرب وقد نقلها الرئيس أبو مازن بكل أمانة وصدق ووضوح في كلمته أمام القمة الثلاثين وبهذا نختم ما جاء في صحيفة الحياة الجديدة ونقرأ الآن في صحيفة القدس المحلية التهدئة والاستحقاقات المتبادلة ونقرأ في هذه المقالة في ميزان اللحظة الراهنة تبدو تفاهمات التهدئة التي لم يتم الاعلان او التي تم الاعلان عنها بين الاحتلال وقطاع غزة تعبيرا عن حسابات المصالح وحاجة الطرفين الى عدم التصعيد لكنها حاجة مؤقتة ويمكن ان تتغير بتبدل الظروف والتطورات على الارض وبالتالي فإنها ستظل قيد الاختبار على مدار ساعة منعا للانزلاق إلى مغامرات غير محسوبة يحرص الطرفان على عدم الدخول فيها وبالمقابل فإن الوضع الإنساني الكارثي للقطاع وحاجة سلطة حماس إلى التخلص من الارتدادات الناجمة عن حملتها القمعية للاحتجاجات المطلبية والحياتية لسكان القطاع ومواطنيها دفعها لاستغلال الحاجة أو الضرورة الانتخابية الإسرائيلية لتحقيق بعض الشروط التي طرحتها علي امل تخفيف حده التوترات والاوضاع الانسانيه الكارثيه في القطاع وايضا مع الحديث الذي يدور عن ان التهدئه الحاليه تستند الى تفاهمات عام 2014 مع بعض الاضافات في كل الأحوال لا يمكن الحديث عن تهدئة طويلة الأمد في ظل الظروف التي ولدت فيها التفاهمات الأخيرة حيث من حيث المبدأ لا يمكن أن تستقيم التهدئة مع استمرار الحصار وبالتالي لا ضمانات لمثل هذه التهدئة مهما كانت التعهدات التي قطعت بشأنها إذ أنها ستظل قيد الاختبار على الأرض ومرهونة بعدم حدوث مفاجآت أو خروق أيضا مؤثرة وبهذا نختم ما جاء في صحيفة القدس ولا ننتقل لقراءة في صحيفة الأيام ونقرأ في صحيفة الأيام نتنياهو مصر على استمرار الانقسام الفلسطيني ونقرأ في هذا المقال مثل كليشيات كرة القدم نعيش من السبت إلى السبت هكذا أيضا سلوك حكومة بنيامين نتنياهو حيال حماس وغزة إذا مر سبت آخر بهدوء نسبيا بالطبع فقط خمسة شبان فلسطينيين فقدوا حياتهم بنار جنود الجيش الإسرائيلي في المظاهرات على الجدار التي أجريت إحياء ذكرى مرور سنة على حرب الاستنزاف التي تديرها حماس بنجاح كبير ضد إسرائيل هذا مقال مترجم بطبيعة الحال ويتحدث أيضا فيه الكاتب عن السبت الماضي وما جرى خلاله في إحياء ذكرى يوم الأرض وكيف استشهد خمسة شبان في يوم تحاول اسرائيل وصفه باليوم الهادئ أي ذهب خمسة شبان هنالك وارتقوا الشهداء ويوصف هذا اليوم على أنه يوم هادئ في الطرفين تنفسوا الصعداء وأعلنوا النصر في إسرائيل ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزراءه بسرور أن تعزيز القوات على الحدود بحجم فرقة أخرى إضافة إلى فرقة غزة والتهديد المستمر بأن هذه المرة جادون ومصممون أكثر من أي وقت مضى بأنها خدعت حماس والجهاد الإسلامي ودفعتهم ليلجموا العنف من جانبهم اما في الطرف الفلسطيني فتباهوا بان تصميمهم وكفاحهم المتواصل الطائرات الورقيه الحارقه والبالونات المتفجره وايضا بالقاء العبوات والمظاهرات على الجدار خلقت كتله وحرجه تثني اسرائيل عن القيام باي امر قباله ايضا المواطنين في غزه وهكذا ما رايناه في نهايه الاسبوع الماضي ومباراه ما بين جهتين الجيش الاسرائيلي الذي استعرض العضلات وايضا من الجهه الاخرى حماس التي عرفت بأن حكومة اسرائيل لا تريد الحرب ولكن ايضا لا يمكنها ان تجلس مكتوفه الايدي اذا ما خرجت الاحداث عن السيطره وحرصت ان تخفض جدا اللهيب وسمحت فقط بالتنفيس، حتى متى يقول الكاتب في هذا المقال المترجم حتى المره التاليه فمنذ اول من امس راينا ان غزه ستحرص على الا تنطفئ النار. كي لا تنسى اسرائيل انه توجد لها مشكله وانه يجب مواجهتها، المشكله هي ان حكومه اليمين غير معنيه او غير قادره على ان تحرك خطوات سياسيه مع السلطه الفلسطينيه وايضا مع حماس كما يتحدث الكاتب وسياسه نتنياهو هي موصله الوضع الحالي الذي يشق الشعب الفلسطيني الى كيانين منفصلين جغرافيا وسياسيا. بهذا نختم ما جاء في مقالات من الصحف الفلسطينيه. فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الآن في قراءة مع بعض الصحف العربية ونبدأها مشاهدينا الكرام مع صحيفة الخليج والتي نقرأ فيها من ذاكرة يوم الأرض للكاتب سلطان حميد الجسمي في 30 من مارس من اذار من كل سنه يحيى الفلسطينيون ذكرى يوم الارض، ذكرى اغتصاب ارض عربيه فلسطينيه من قبل الصهاينه المحتلين عام 1976 عندما قاموا بمحاوله الاستيلاء على 21 الف دونم من, من اراضي بعض القرى والمدن في الداخل الفلسطيني. ونقرا ايضا يدرك الشعب الفلسطيني انه يخوض معركه غير متكافئه مع عدو عنصري ارهابي لا يتوانى عن ارتكاب المجازر والمذابح كما يدرك ان عدوه ليس اسرائيل وحدها انما الولايات المتحده وخصوصا الاداره الامريكيه الحاليه برئاسه دونالد ترامب لكنه مع ذلك يتحدث الكاتب مصر على مواصله النضال ولن يتخلى عن حقه التاريخي في وطنه. الشعب الفلسطيني يتمتع بقوه الصبر والعزيمه لاكمال مسيرته التي بداها منذ الاحتلال والتهجير، وكلما تاجيل جديد من الشعب الفلسطيني اصبح اكثر غضبا وايضا محاوله للتحرر من هذا الاحتلال والعدو الاسرائيلي. في ميادين الاحتجاجات والمظاهرات والمواجهات نرى ان الاغلبيه هم من الشباب من الجيل الجديد الذي يرعب قوات الاحتلال بقوه واصرار ولانه صاحب الحق والقرار على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذه العدوان الاسرائيلي المتمادي ضد الشعب العربي الفلسطيني ووضع حد لانتهاك القانون الدولي وصرف ايضا دوله الاحتلال التي تعتبر نفسها فوق القانون اذ يجب التعامل معها بحزم وجديه والسلام الذي يتحدثون عنه لن يتحقق الا بانسحاب كامل من كل الاراضي الفلسطينيه وقيام دوله فلسطينيه مستقله ذات السياده وعاصمتها القدس. وبهذا نختم هذا المقال وننتقل الى مقال اخر في ذات الصحيفه. بعنوان قمه عربيه في وقتها حيث يتحدث الكاتب انطلاقا من يقين ثابت بان كل جهد دبلوماسي يحدث او سياسي عربي في مثل هذه الظروف المعقده والتي تعيشها المنطقه وفي مثل ظل هذا الخلل الواضح في موازين القوى الدوليه والاقليميه يظل جديرا بالتشجيع والدعم من زاويه لا يحافظ على رايه الوحده المرفوعه وشعلتها متقده وهو الحد الادنى المطلوب بالحاح من كل اجتماع سياسي عربي يضم القاده والزعماء العرب ويتابع الكاتب وفي هذا الاطار اكدت وثيقه اعلان تونس على مركزيه القضيه الفلسطينيه والهويه العربيه للقدس المحتله واعلنت رفضها كل الخطوات الاسرائيليه احاديه الجانب والهدف لتغيير الحقائق على الارض بالتوسع الاستيطاني وسياسات التهويد وغيرها وشددت على بطلان وعدم شرعيه قرار اداره الرئيس الامريكي الامريكي دونالد ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمه للكيان الاسرائيلي كما شدد اعلان القمه على ان الجولان ارض سوريه محتله وعلى بطلان وعدم شرعيه الاعلان الامريكي الذي صدر بالاعتراف بسياده اسرائيل عليها وتعتبر هذه اهم البنود التي يتفق عليها العرب وهم قد يختلفون على قضايا كثيره ولكن اتفاقهم عليها لن يتزعزع وبهذا نختم ما جاء في صحيفه الخليج ولن ننتقل لقراءه هذا المقال من صحيفه الوطن السوريه والتي جاء عنوانها الشريكان الكاملان في القرصنه الدوليه يقول الكاتب في هذا المقال حقيقة ناصعة تكشفها الأحداث الجارية وتصرفات الهوجاء الصادرة تباعا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي التي جاء به إلى هذا المنصب من الصهاينة في أمريكا وفي إسرائيل لخدمة أهدافهم المرسومة كائنة ما تكون ومن ثم فليس على الرجل سوى ان يبصم وهو مغمض العينين واي قرار او توجه اسرائيلي عدواني في فلسطين وغيرها من الارض العربيه ليس عليه فقط في حينها الا ان يقوم بتنفيذ هذا القرار. لم يدع ترامب مطلبا اسرائيليا قديما او جديدا من دون ان يبادر الى تلبيته وتنفيذه ضاربا بعرض الحائط القوانين والاعراف الدوليه وبما قد يترتب عليه من كوارث تقع على اخرين. ولا سيما اذا كانوا عربا وفلسطينيين عربا، مثال على ذلك اعلانه القدس عاصمه لاسرائيل الى الابد. كذلك الامر في نقله السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس، الامر الذي لم يجرؤ على الاقدام عليه اي رئيس امريكي سابق. ونقرا ايضا في هذا المقال ولان خدمات ترامب لامره نتنياهو لا تقف عند حد. يطلع علينا بمهزله قراره الساقط اقليميا ودوليا باعلانه ضم ارض الجولان لسياده الكيان الصهيوني مقدما لذلك تسويغا مضحكا بقوله حان الوقت اي وقت هذا الذي حان يا ترامب يقول الكاتب نسي الرجل او تناسى اذ هو يعرف ان هذه الارض لها اصحاب يفدونها بارواحهم من دون ان يتخلوا عنها، ويختم الكاتب من احلى ايات النفاق بين الكيان الصهيوني والدوله العظوى امريكا العظمى، قول بومبيو لنتنياهو ابان القاء الكلمات والتصوير على الفضائيات ليس هناك صديق اهم للولايات المتحده من اسرائيل، يرد عليه نتنياهو بقوله مبتهجا ليس هناك صديق اهم لاسرائيل من امريكا ولانها حلبه مزاوده ولان صلف نتنياهو يابى عليه الا ان يضع اسرائيليته فوق امريكا نفسها، اذ يضيف ليس لامريكا صديق في العالم اهم من اسرائيل. وبهذا المقال نختم ما جاء في الصحف العربيه وننتقل لقراءه في الصحف المصريه مع الزميله نوره صباح من مكتبنا في القاهره، اهلا بك معنا نور. التحية لك مالك ولكم مشاهدين في هذه الجولة بين أروقة الصحف المصرية والتي تأتيكم دائما عبر برنامج متن الخبر وفي صحيفة الأهرام مسعود الحناوي يكتب تحت عنوان الصفقة الأمريكية والقمة العربية ويقول الكاتب في هذا المقال لا اعرف ماذا تبقى من بنود صفقه القرن التي يعدها لنا الرئيس الامريكي ترامب لم يعلنه لنا بعد اعترافه بالقدس عاصمه لاسرائيل وقراره بسياده تل ابيب على الجولان السوريه ولا ادري لماذا لم ترفض القمه العربيه الثلاثون في تونس هذه الصفقه المشبوهه مقدما قبل اعلانها رسميا من واشنطن ليكون ذلك ابلغ وابسط رد على قرارات ترامب التعسفيه واقل رساله توجه له وللعالم بان امريكا فقدت دورها كوسيط نزيه لعمليه السلام بالشرق الاوسط ويضيف الكاتب لقد احسنت السيده فيدريكا موغريني الممثله الساميه للشؤون الخارجيه بالاتحاد الاوروبي عندما اكدت في كلمتها بالجلسه الافتتاحيه لقمه تونس ان تجاهل القرارات الدوليه تجاه الجولان المحتله ليس حلا في اشاره الى اعتراف امريكا بسياده الاحتلال على مرتفعات الجولان العربيه مؤكده ان الاتحاد لن يعترف بسياده اسرائيل على الجولان العربيه المحتله او الاراضي التي احتلتها عام 1967. في ذات الصحيفه وفاء محمود تكتب تحت عنوان الارهاب اعلى مراحل الايديولوجيا وتقول محمود في هذا المقال: ياتي الارهاب من غياب القيم الانسانيه وتصاعد الكراهيه والجهل والطمع وهو ما يحدث مع ديناميه الايديولوجيا فالايديولوجيا هي منظومه من الافكار تشكل نزعه مضاده للتاريخ مقاومه للتغيير والتطور وتبلور نظام فكر لشكل من اشكال الوعي المزيف لانها نسق رمزي يصف الواقع ويلخصه في امال وطموحات ليس بالضروره كنموذج صحيح او متكامل لانها تعكس بعض الحقائق وتلغي اخرى لتقدم نسقا زائفا لعناصر نفسيه او اجتماعيه او دينيه او عرقيه او سياسيه لتكون محورا للوعي الجمعي وتعادي ما عاداها جذريا اخيرا في صحيفه الاخبار جلال دويدار يكتب تحت عنوان في انتظار تشريع البنك المركزي لمزيد من الثقه لمسيرتنا الاقتصاديه ويقول دويدار هنا يعد الجهاز المصرفي على مستوى العالم عصب اي نهضه اقتصاديه في اي دوله انه المحرك الاساسي لكل الانشطه التي تساهم في تحقيق هذا الهدف لضمان ان يقوم هذا الجهاز المكون من مجموعه البنوك العامله فانه لا بد من ان تكون هناك مؤسسه سياديه على اعلى مستوى من المهنيه المصرفيه الماليه هذا لمتابعه رقابه اداء هذه البنوك لواجباتها ومسؤولياتها في كل ما يتعلق بالمعاملات البنكيه والماليه محليا وايضا دوليا هنا مشاهدينا تنتهي هذه الجوله بين اعمده الصحف المصريه الان عوده اليك مالك في استوديوهات رام الله شكرا لكم والى اللقاء شكرا جزيلا لك نور الان مشاهدينا نقرا بعضا من الصحف اللبنانيه والزميله هلا سلامه تقوم باطلاعنا على ابرز هذه المقالات من الصحف اللبنانيه اهلا بك هلا اهلا بك مالك وبمشاهدينا في جوله اليوم على الصحف اللبنانيه نبداها في اللواء البنك الاوروبي اصلاحات مؤلمه او نتائج اكثر ايلاما والتسويات الاخيره لخطه الكهرباء قبل مجلس الوزراء ونقرا لهيثم زعيتر في اللواء مقالا بعنوان عباس حدد خارطة الطريق وهدنة غزة رهن تحرك المصري والأممية وتهويد الجولان بدأ تتسارع الأحداث المتعلقة بفلسطين على ضوء خارطة الطريق التي حددها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته التي ألقاها خلال القمة العربية الأخيرة في تونس هذه الخارطة تنطلق من ركيزة أساسية للثوابت الفلسطينية لاتخاذ خطوات من اجل مواجهه جنوح الرئيس الامريكي دونالد ترامب الملتقي مع فساد رئيس حكومه الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلى ضوء ذلك تم بالامس الكشف عن مخطط في الجولان لاستيعاب 250 الف يهودي واستحداث 45 الف وظيفه للمستوطنين بما يعزز يهوديه الدوله وفقا لما تضمنه القانون العنصري. ونبقى في اللواء تكتب لينا الحصري التحذيرات الدوليه من خطوره الوضع الاقتصادي جديه وتضع الجميع امام محك التفاهم في ظل التحذيرات الدوليه التي يتلقاها لبنان بشكل رسمي حول خطوره ودقه الوضع الاقتصادي من قبل المراجع والمسؤولين الدوليين تشدد المصادر على اهميه التعاون بين جميع الاطراف السياسيه للقيام بما هو مطلوب لانقاذ البلد وتشير المصادر الى ان الوقت ليس لصالح احد فالجميع يعترف بنسبه الهدر الكبيره التي يعاني منها لبنان نتيجه ملف الكهرباء ولا يمكن الاستمرار بسياسه الترقيع، فالجميع في مركب واحد ومصير اللبنانيين جميعا هو على المحك، وليس هناك فئه او جهه ستكون مستهدفه اقتصاديا وماليا، بل البلد باكمله سيكون مستهدفا. وننتقل مشاهدين الى الجمهوريه التبشير بقرارات غير شعبيه ونقرا ايضا السلطه الفلسطينيه. احتمال قطع العلاقات مع البرازيل والمجر. أعلن نائب وزير الخارجية الفلسطينية عمار حجازي أن السلطة الفلسطينية تدرس إجراءات قد تصل إلى قطع العلاقات مع البرازيل والمجر، وذلك بعد إعلان الرئيس البرازيلي بولسونارو فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس، في حين افتتحت المجر مكتب تمثيل تجاري الشهر الماضي. وفي السياق نفسه نقرأ أيضا تحت هذا العنوان توسيع مساحة الصيد في غزة لخمسة عشر ميلا بحريا مسؤول في حماس أشار إلى أنها من الخطوات الأولى التي يتم تنفيذها من جانب الاحتلال في إطار التفاهمات الجديدة التي تم التوصل إليها مع إسرائيل وتشمل المحافظة على الهدوء على طول السياج الحدودية مشاهدينا كنا وياكم في جوله على بعض ما تناولته الصحف اللبنانيه اليوم اشكر طيب المتابعه وعوده اليك مالك شكرا جزيلا لك هلا كنت معنا من مكتبنا في بيروت ومشاهدينا الكرام الان فاصل ثم نواصل اهلا بكم من جديد مشاهدينا الان بعض القراءات من الصحف الدوليه ونبداها مع صحيفه الواشنطن بوست والتي جاءت بمقاله بعنوان حماس تشدد قبضتها على غزه وتفشل في كسر الحصار الاسرائيلي حيث بموجب ترتيب ناشئ ستوقف حماس اطلاق الصواريخ وتبقي الاحتجاجات على الحدود سلمية في مقابل تخلي إسرائيل عن حصارها الحدودي والسماح بمبلغ 30 مليون دولار شهريا تدخل إلى القطاع توسطت مصر في صفقات قصيرة الأجل في الماضي وليس من الواضح ما إذا كانت الترتيبات الحالية ستستمر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من أبريل في سباق قريب تعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة بسبب ما وصفه أو ما وصفه منافسيه بأنها سياسة في غزة تعرض إسرائيل لابتزاز حماس في الأسابيع الأخيرة تجرأ المئات على الاحتجاج على سياسات حماس مثل زيادات أو الزيادات الضريبية الجديدة وهتفوا بدنا نعيش ونريد أن نعيش وتعرضوا للضرب وأيضا السجن وقال أحد المحتجون عامر بعلوشة خريج في كلية الحقوق العاطل عن العمل والبالغ من العمر 27 عاما إنه آخرين تعرضوا لسوء معاملة في حجز حماس ولكن لن يتم ردعهم وقال إذا لم يتحسن الوضع فإن الاحتجاجات سوف تستمر لقد أظهرت حماس أنها تفضل التفاهم مع نتنياهو حول المصالحة مع خصمها الفلسطيني او فضلت الحديث مع نتنياهو عفوا والتصالح مع نتنياهو على التصالح مع الرئيس محمود عباس والاتفاق مع اسرائيل سيساعد على ابقاء حماس في السلطه. على نقيض من ذلك فان الرئيس عباس يريد من حماس ان تسلمه السيطره على غزه اليه وهو مطلب رفضته الجماعه مرارا وتكرارا. تعارض كل من حماس وايضا نتنياهو هدف الرئيس عباس المتمثل في قيام دوله فلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس الشرقيه وهما ارضان استولت عليهما اسرائيل عام 1967. حماس حماسي لاقامه دوله اسلاميه في غزه بينما في حكومه نتنياهو وحزب الليكود يرفضان حل الدولتين على طول خطوط عام 1967 في الشهر الماضي نقل عن نتنياهو قوله ان اولئك الذين يعارضون اقامه الدوله الفلسطينيه يجب ان يدعموا سياسته الخاصه بالسماح بالاموال بالدخول الى غزه والحفاظ على الفصل بين الحكومات الفلسطينيه كما يسميها المتنافسه وقال طارق باكوري المحلل في مركز ابحاث الازمات الدوليه هنالك تلاقي كبير للمصالح بين اسرائيل وحماس يفضل نتنياهو التعامل مع حماس لانه تم انشاء ايضا ديناميات واضحه ولن تسعى حماس ولن تسعى الى حل نهائي للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني من اسرائيل وبهذا نصل الى ختام ما جاء في الواشنطن بوست وننتقل الان لقراءه في صحيفه الاندبندنت البريطانيه الاندبندنت مشاهدينا الكرام تحدثت بان هنالك امراه ثانيه تتهم نائب الرئيس السابق الامريكي جو بايدن بانه قام بالتحرش بها حيث اتهمت امرأة أخرى جو بايدن باللمس غير المرغوب حيث هرعت امرأة أخرى للدفاع عن نائب الرئيس الأمريكي السابق ضد صورة مضللة ادعت إحدى الفتيات أن سيد جو بايدن حاول التحرش بها وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نائب الرئيس الأمريكي السابق قالت إحدى السيدات أنها التقت بالسيد بايدن عندما كانت تعمل كمتطوعة للديمقراطي جيم هاينز ونفى بايدن انه تصرف بشكل غير لائق تجاه هذه السيده لكنه قال انه سيستمع باحترام الى النساء اللواتي يتشاركن في قصصهن لم يستجب لادعاءات السيده لكنه ابدى تعاطفا عاما مع النساء اللواتي عبرن عن عدم ارتياحهن لتفاعلاته ويقول جو بايدن بانه خلال سنوات كثيره على مسار حملاته الانتخابيه قام بعدد لا يحصى من المصافحات وايضا ربما قام تقوم فتيات حسب رايه باتهامه بالقيام بامور غير مريحه وغير ايضا بمصافحات وعناق غير مريح. وبالتالي ليست هذه المره الاولى التي تعرض التي يتعرض لها ايضا الطاقم المحيط بالرئيس الامريكي دونالد ترامب رغم ان جو بايدن كان من السابقين في الاداره الامريكيه لكن معظم من قاموا بترك مناصبهم في حكومه ومنصب ايضا المناصب الحكوميه في الولايات المتحده الامريكيه في عهد دونالد ترامب كانوا نتيجه امور اخلاقيه على اغلب تقدير وبهذا نختم ما جاء في الصحف الدولية. الآن مع الكاريكاتير. ومع هذا الكاريكاتير نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة ببرنامج متن الخبر دمتم بخير وإلى اللقاء